حبيبنا في فيها هالليلة الزلابية من وين يا أخوي؟ ليلة يا عمك الزلابية في خدنا بتعمل زلابية ظابطة جدا جمسينا بكلوزيوم. طيب نجيب بيكم طرادة يا معلم معانا ضيوف الليلة طرادة أنا شايف إنك كفاية مدعملة طراطين يا أخي الله أخوني يا بريد يا أخي مدعملة طراطين يا أخي يا أحمد عليك الله أجيبش دقيقة بس خلي أنت ملكة طرادة تانية ممكن برضو يا أخي مال الحياة ما مشاركة وكده صح يا أخوانا ولا شنو الحياة بهجة يا ابني أي أخ طلع لي طلع لي الكيس داك الكيس القروش مطعم ما في محافظ صح أي قررت تقول لي المفحطة بتاعت كح 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 والله سيدار أقول لك وش كده يا أخوانا أي والله تمام زمن الجميل حبوبتك كبيرة كده ما عارف بدأت تقلي في الحاجات بتاعش اسمه شنو مفحطة دي المحفظة بس طبعا يا يوسف الحبوبات الصايل طبعا كيف ما في مفحطة بس في يا بيتنا وليني المحفظة كده شوفي لو خطيت قريتي فوق التلاجة وحاجات كده قريبة أساسا بقى في حبوبات المفحطة زمان لما كان بيسحبوا حبوباتنا الله يديهم العافية ويحسن إليهم الحي منهم والميتين زي الواحد لما نجور له ودلوا من البير ده يطلعوا يا زو بعيدة يعني تعرف من أصالته كانت بتاع جيلد كده ولا حاجة أيوة. أيوة جيلد أكيد جيلد طبعا وما أعرف مربوطة في الجسم بتلبس من القماش بتلبس من الرقبة طبعا أيوة. ما قادر أتذكر حتة دي زي فليب كده يعني فليب أب الحبوبات اللي بيربطوا قروشهم في التوب يقول لك في صار التوب صارت دي المشاوير القريبة كده كده نحن الناس وكده الله يا أخي طبعا سرحنا بالذكريات والحاجات دي طيب بسم الله الرحمن الرحيم شباب زي الوردة أخوكم قدورة جي دي آر أي أحمد باترون ومعنا ضيوفنا الأعزاء الليلة الأساطير ليجندز الأساطير عرفت كيف أخونا جاك سنايبر مصطفى جاك سنايبر مصطفى بورن إن بلاك بورن إن بلاك الأسطورة العظيم عظيم الله طبعا دي كان حركة في المعسكر وكده أي أي. سلام العظيم عظيم الله سلام الله أكبر سنهوري دي كان يوم أخونا سنهوري. يوسف سنهوري بلاك سورد وردا وردا in the building أي شباب مرحب بكم مرحب بكم مرحب بكم في حلقة جديدة من زلابيا بودكاست يا مان جيب الطرادة دي افتح الشبابيك ده عشان الغبار ده يطلع من هنا والله يا اخي ده غبار عتيق وجميل يا احمد أيوة والله. طيب نحن معناها الليلة فتحنا باب كده مليان غبار ولأنه السيزون فينالي احنا لأنه في النهاية الحلقة الأخيرة من الموسم الأول الأخيرة. فالموضوع ده نحن أجلناه فترة طويلة جدا والله كان مفروض نبتدي بيه السيزون لكن حننهي بيه السيزون يعني معنى نحن عكسنا الآية عرفت كيف بدينا بالحاضر أيوة. عشان ننتهي شنو بالماضي. بالماضي لأن البلد دي أصلا ماشي لورا لأنه طيب الحركات السبعة الزعفين الخضر وكذا عرفت كيف هم لسه زعفين بالمناسبة لسه ما وصلوا ما تعرف البلد دي ما ترابها كتير عشان كده هاي كتاحاتها كتير لا سيد تسفلت ميدين بس حمدوك حيسفلتها إن شاء الله أوبا آمين يا أخ دكتورنا أوبا حمدوك الله أكبر طيب يا قدورة ما ترجع لي بالذاكرة اللي هو كده خمسينيات القرن الماضي فنحن يا ابني يعني احنا زمانك ايام كنا بنقرا في الإعدادية عرفت كيف وكان معانا كنا بنمشي بالتحديد يعني في الإعدادية اي نعم ويعني كانت الحياة جميلة وكان في بساطة شفت كيف الناس كانت يعني ما بتعاين للماديات والحاجات دي يعني عرفت كيف كان واحد بيركب ال كان بساطة برجيل الطرماج الطوموبيل الطرماج طيب هذا اسلوب الكلام بتاعنا زمانك طبعا طيب احنا ما ممكن في حبة مصري وكذا هل الكبار اليوم التحية هاي ما ممكن نخش في جيل احنا ما عهدنا والله صراحة يعني لكن ممكن أنا أخش من الثمانينات العتبة على الراوي زي ما قالوا ونحن حنستخدم عن عندي لحد ما نصل لهم ورا كده ونجي راجعين لحتاتنا اللي احنا قاعدين فيها فنحن نبدأ من البداية يعني من البداية شديد أدينا من يعني
نبدأ بالأخ جاك طبعاً. حتقوم تدينا كده الطفولة. أنا ما أعرف ليه. يعني قصدك شنعنة. دردقة والله. دردقة قدامي. تقوم تدينا جيلك كان كيف. شوفوا لسه مستمر في الدردقة. أيوه. وما نظام شر يعني. وما نظام قاصر وكده فهمت؟ دردقة جاك يا معلم. ما قاصر لكن أنا ما في جيلي لسه حقيقي. أنت استشرت والدك قبل ما تجي الحلقة دي. أندر إيج ولا شيء هتقوم يا جاك تدينا حبيبي الطفولة كانت كيف؟ طبعا أنا حدي المايك الطفولة دي ما بعيدة شوية؟ لا ما أنت حتحاول تتذكر أنت ما في مشكلة نحن من أجل خدمة الوطن والمواطنين ورفعة الشعب العظيم أنا ممكن أرجع بيكم إلى ما قبل الميلاد ما في الله ما عندي مشكلة الله 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 جاك فور بريزيدنت حتلعب ميك سودان جريت أجين جريت أجين حتلعب وانتو أنت ويوسف أنا ويوسف أوكي بلاك سورد رايك شنو تبدأ ولا أنا أبدأ ولا الله والبادي أظلم أبدأ بين أنت أرجع كذا نشوف هترجع لهدي وين أنا بشيل منك وبواصل أنت ناويين علي أسوأ يعني طبعا بما أنه الحلقة عن الزمن الجميل هنا جاك ويوزن نسميهم صناعة التازعة وكذا تعال وزني صناعة العاصمة صناعة العاصمة والحاجات دي والله يا أخي هي طبعا الرجعة لورا دائما داير مرايات كويسة يعني ده في قانون القيادة كويس الطفولة يعني أنا مولود في السودان السودان الجميل وبالجد يعني بتذكر إنه أنا عشت طفولة جميلة يعني زي ما بقول الوقت ذاك البلد كانت بخيرة وكله متوفر ما في صفوف عيش مواصلات ظريفة وخفيفة وهكذا يعني يعني أنا من الجيل اللي استمتع بالطفولة بتاعته يعني و يعني لعبنا لعب برا والحاجات يعني أيوة يعني بتذكر يعني حتى أصدقاء طفولة نلعب معهم في الملاعب يعني الكورة وأيام المدرسة وشغب المدارس وأنا طبعا يعني للمعلومية كنت من ناس الكنبة الورا أوبا ولا أنت شايفنا أنا قاعد عايل لك كيف اي انا شايفك قاعد عملت العربيه بتاعت الحديد ديك واللسادق بتاعت السفنجات والله لا سبحان الله عرفتني كيف انا فعلا عملتها ولقيت لي الله يكرمكم سفنجات شيء شيلته من الشارع وشيء يعني دي معلومه سريه والمره حابوح بها شيء جازفته من ناس البيت ومشيت بعيد لبصلت يعني سخنتها وطلعت لساتك جميلة يعني. صلصة سعيد يا أخي صلصة سعيد تاريخ أيوة العلب الحمراء أيوة نعم. العلب الحمراء أيوة. فعملت عربات كنت أحب البكاسي يعني الله أنت كنت معلم ده كنت معلم عديل كنت أنت بحب البكاسي جدا يعني نقوله طلع المهندس الميكانيكي الجواه وكده أيوة. يعني. فلعبنا بعربات الحديد واللي بتذكروا القراقير يعني أنا ما عارفين هل في جيل بتاع قراقير يعني أتذكر كان بيسموه سورو ولا هاي شكلها هو بتخيلي كان عندي اسم تاني يا القرقور اللي انت بتقوم بتلفه بالبليد ايوه ذكرتها وبعدك لما تكون بتنافس في زول قرقوري وقرقورك وبعدين فيها جلد تخد يدك كده يعني تقوم تجلد فيدوك فيها ضربتين ثلاثة بالقرقور ممكن تتعوق عادي يعني وتجيب دم وكلام بشكل زي طفولتنا كانت غازية شكلها وجميلة في نفس الوقت كانت جميلة والله يا اخوانا يعني وبنذكر يعني بيكون بذكر زمان الحارات كان فيها العجلاتية تقوم تمشي تأجر لك عجلة كده ده كان نوع من الرفاهية في العهد ذاك كيف يعني انت لما تأجر عجلة كده زي ماشي اصحابك انت عارفين انك ما عندك عجلة يا جاك العجلة دي والله يا اخي اجرتها من عمك اسماعيل يا اللفة بكم والله اللفة بمثلا بكده وقت ذاك لما نحن بقينا على العجلات دي كان أنا أتذكر الساعة باتنين جنيه حاجة كده خفيفة يعني اتنين جنيه ما كان أنا طبعا دائما كنت بفوت الزمن يعني متمرد من أنا صغير يعني كان بالورة وكده أنا عادي بعد شوية بلقى العجلات يفتش لي في الميدان وتعاون يا الله وكانت أيام ظريفة يعني طيب الشكلات والحاجات دي كيف الشكلات
الشكلات دقيت فيها ولا دقوني فيها؟ دقوك فيها دقيت فيها ناس الحل الفنانية مع زي الكورة عرفت فيها فوز وفيها خسارة فيها وينينج وفيها لوزينج يعني. والله الشكلات كانت كثيرة. وبعدين أنا أتخيل لي والله هو طبعا في النهاية كله زمن بفتوات يعني ما بنقدر نقول ان الزمان كان ومشكالين اكتر واسد المشكالين وكله ما التنمر ده طبيعي عندنا في السودان كده يعني. انا احتمال كان بطبيعتي شوية كنت احمق يعني ما بفتش المشاكل لكن كمان في نفس الوقت يعني ممكن اقل حركة نظرة ما عجبتني تستفزني مازال بعشان تبقى مشكلة يعني. ما بتابانها يعني لا ما باباني هاي فكتير بدقوا كتير بدقوا يعني لكن مع 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 الكبر نحن ماشيين على مراحل متقدمه من الشباب رقنا وعقلنا لقينا انه الكلام ده ما بيخدم قوي يعني. مرحله الواحد أيوة مرحله بتصغل تجربتك زاده في الحياه بالضبط كده يا مهند. لا غايته مرحله الشكلات دي كان يعني في اتذكر في المدرسه بكون قاعد كده مثلا عندي شكلات مؤجله خدت لها جدول ولا شنو؟ اي والله يعني مثلا يا دي نظام بتدفين اليوم يعني لا 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 شكلات مؤجله مثلا لما الجدول بتاعه مليان شديد كده يعني انت مثلا الليله فلان مهند ده جاني والله مهند يا اخي تخليك بكره لانه انا الليله عندي شكله مع فلان عرفت والله الكلام ده كان بيحصل يا ان شاء الله كانوا بيتفاهموا معاك اي شيء لا لا عادي التفاهم ده كان موجود يعني اساسا يعني يا سلام دي بتاع المشاكل راغينا قدورة شفت يا ابني نحن زمانك حتى الشكل ذاته حتى الشكل فيه فهم بطريقة راغي يا اخوان لو كان ايه ايوه نجي لتاني في شنو نحن مفروض نتكلم فيه. طيب كنا بنقول التعليم ايوه احمد في طفولتي يعني من الفترة بتاعت الابتدائي انا قريت الابتدائي تحديدا في كملت المرحلة في ثلاثة دول يعني جزء منها كان في بريطانيا الوالد كان هناك وأنا والأسرة وأنا أكبر زول في الأسرة فقريت جزء من الابتدائي في بريطانيا جزء في السودان وكملت الجزء الأخير في السعودية برضو كنت مع الأسرة طبعا تجاربك عالمية والله ممكن نقول كده half international كده ال 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 ال, ال الحاجة اللي كان مشتركة ما بين التجارب الثلاثة في الثلاثة دول إنه يعني في الزمن داك بفتكر كان في حاجة سائدة اللي هي المسألة بتاعت إنه كل الدول وكل الحكومات كان بتاخد التعليم كقضية أولى وبعين الاعتبار للنهاية يعني. يعني بتذكر كل المدارس اللي قريت فيها كان فيها انضباط شديد من المدراء ومن المدرسين. بعدين بذكر الخامة كانت بتاعت الأستاذ أو الأستاذة خامة ممتازة يعني من ناحية علمية من ناحية أخلاقية انضباط في المواعيد وهكذا. ده الشيء خلانا في الزمن ده كان إحنا كطلبة نكون برضو منضبطين. ليه؟ لأنه إنت البيئة يعني البيئة المدرسية منضبطة يعني الإدارة على المدرسين ما في تهاون في المسألة بتاعت الصح والغلط فتلقى نفسك انت منضبط. وأجمل ما في الموضوع إنه نوعية الأساتذة والمدرسين درسونا زمان كانوا هم بيحببوك في المواد حقتهم في العلم بصورة عامة بيشجعوك على إنك تكون زول مثقف يعني عندك معلومات غزيرة يعني بر المنهج يعني ما بس في المناهج يعني يعني أصلا الموضوع بقى تجاري شديد طبعا بقى تجاري بحت خالص. أنا قدورة طبعا كل مراحلي الدراسية قريتها تعليم حكومي يعني في كل الدول درست ما درست خالص. وزمان يعني حتى كان وطبعا هذه الآية عكست كويس لكن زمان كانوا هم التعليم الحكومي هو التعليم الأقوى والفيه الاهتمام الأكبر والزول بيمشي الخاص هو بيعتبروه كان زول وقت داك والفاشل هو زول فاشل او صحيح. او اي زول ضعيف لازم يقرب الكروش عشان يمشي كده بصمه عار كانت يعني بس بقت حاجه أيوة. مدعاه للفخر كده يعني ايوه لانه اسي اسمع بقت برستيج ايوه برستيج وبعدين اسي احتمال لانه ده شيء انا شايفه الطالب ما بيلقى اهتمام ولو انه هم الاهتمام الكافي لكن ما بيلقى اهتمام افضل الا في الخاص ما بيقروشك لا بيقروشك هم زي المجبورين كده يهتموا بيك يا ايوه يعني
الحاجة الثانية المهمة جدا انه ناس كتار خلوا الموضوع بتاع التعليم الحكومي ولجوا للتعليم الخاص بموضوع انه خلوا المنهج السوداني ذاته بيجوا شغالين بالمنهج الاي جي سي سي المنهج البريطاني. ايوه والمدارس بتاخد فيه قروش ثقيله جدا جدا بالمناسبه. وهسه اللي عنده والما عنده شايف انه دي اولى درجات النجاح انك انت تدخل ولدك مدرسه بنظام تعليم بريطاني. يعني خليك كده من حكومي انسان. صحيح الموضوع بيجي ذاته اتس انذر ليفل يعني. ايوه فما ظنيت حيوقفوا. ما تتكلم عربي مع اولادك في البيت. ما هاي بقول لك ما تتكلم عربي لا لا انت عارف يعني الناس زمانك لما نتكلم انجليزي كان بيكون بطريقه فخيمه كده عرفت كيف؟ ايوه زي الكلام تحس روحك كانه بتسمع لبي بي سي كده ولا أيوة حاجه زي كده كانه بتكلم مع شخصيه ارستقراطيه كده. طبعا في التعليم يا اخواننا دي ما حاجه كانت اساسا في التعليم انك انت انا الوالد قال لي انه من سنة رابعة ولا خامسة تقريبا الناس دي كانت تتكلم انجليزي بطريقة صحيح طريقة صحيحة 100%. سمعين نفس الكلام ده من الوالد برضو باقي وانه كانت المواد كلها كانت بالانجليزي ما عدا يعني ده في جيل بتاع اباء المواد كلها كانت بالانجليزي ما عدا العربي والدين باقي الاستعمار يعني الوالد قال لي لحد الثانوي هم في الحكومي قروا بالانجليزي يعني عشان كده بتلاحظ الحاجة تلقى خريج بتاع مثلا آداب انجليزي وجيب واحد من اعمامنا الكبار ربي يديهم الصحه والعافيه ايوه خدتهم في زي ما بيقولوا في ديبيت كده خدتهم بالانجليزي في كماشه اي ما بتلقى عمك ده غلب بيكمش والله انتهي منه عمك بيكمش والله يا حليل ايام زمان بس هون في حاجه بتذكرها يا جماعه برضه يعني الجيل بتاع ابائنا ده بالتحديد كويس كان الواحد لما يخلص الثانوي خليك من الحته بتاعت الانجليزي دي كويس لكن هو بيكون زول مؤهل انه يعني يناقشك ويعمل اي حاجه هو داير يعملها في الحياه من الحته دي قبل الجامعه كلام صح كان واعي شديد الديبيت ايوه صحيح امين ايوه هسه حاليا لو قعدت مع اي زول بتلقى عنده نظره كده بتاعت ما عارف هو ذاته داير يقول شنو المخاوي يرتب افكار بتعرف زمان ما كان تدي الزول مخزون ثقافي وعلمي كل كانوا مركزين في كل النواحي بالمناسبه مش علم وبس علم وفن وسياسه وكل حاجه بتطلعوك زول جاهز يعني صح. لكن طبعا يعني والفضل في ذلك في هذا الخواء اللي احنا فيه الخواء ناخد شويه من الفلسفه بتاعتك يا حبيبتي يعود للنظام البائد الله لا كسبن 30 سنه يعني سنين كانت الله سنين ضياع يعني ده ايوه لانه اي حاجه بقى مشروع تجاري زول يوصفوا يعني سنين ضياع يعني اي حاجه بقت عباره عن مشروع تجاري عرفتها بطريقه يعني مع العلم يا شباب انه زمان يعني ثقافه ابائنا وجدودنا دي ما كان متوفر لهم الانترنت مثلا زي هسه بيقروا يا اخوان الكتب ما كانت متاحه بشكل كبير مع ظهر تلقى عندهم ثقافه واسعه داخليه وعالميه يعني ما شوف هو ده ما في النهايه ده كان توجه بتاع الدوله للتمكين بالظبط التمكين ده ما سهل بالمناسبه انك تتمكن والذين مكنناهم في الارض هم ديل شفت كانوا قايلين روحهم كده كيزان ديل شفت انت هتخاف من منه هتخاف من الزول المتعلم الزول العقل منفتح لانه زي ده ممكن انت بيبقى لك مصدر بتاع تهديد صح هسه لاحظ لهم جزء منهم كبير عباره عن جهله والمتابعينهم جهله شفت ما فاهمين ضز من وز دي حقيقة أيوة ما انت لما يعني واحدة من الأساليب اللي بتخليك تسود في مجتمع أو تسود شعب إنه هو يكون أقل علما منك جاهل بمعظم لو ما كل النقاط أو جاهل بحقوقه تحديدا أيوة. ما عارف يشنو وما عارف ممكن يأخذها كيف كده انت بالسود وبالسيطر طبعا ايوه ما تنسى كمان اضافه البهار أيوة. البد زي ما بيقولوا الطبخه يعني الطعم اللذيذ العاطفه الدينيه ايوه طبعا العب على الحاجتين دول انت كده الاول انا ما بفتكر كل حيله وخدع عندها مكنه فدي كانت المكنه بتاعته انا اوريك المكنه جات من وين المكنه جات من التلفزيون التحيه لناس التلفزيون اخوانا اي حاجه اي مجتمع انت عاوز توجهه اتجاه معين بتقوم تجيه في حتته
طبعا الزمن ذاك ما كان فيه يعني ما في زول كان عارف زول في عمره في بلد تانية بيكون قاعد يعمل في شنو. فانت لا ارى لكم الا ما لا ترون الا ما ارى لكم. عرفتها انا الحاجه اللي حوريكم ليها هاي. وجهوا التلفزيون الاتجاه اللي هم عايزينه. بس انت ما تاخذ الا انا احنا عايزين نوريك له. عرفتها لحد لما جات القنوات الفضائيه. انا بتذكر كان عندنا هناك اول مره عملنا الدش قبل ما يكون اسمه ديجيتال. طبعا قبل ما يكون اسمه ديجيتال كان سنة 96 ولا 95 ما عارف. تذكر كان حاجة زي أنا شافع صغير أخوان ما تسمعوا الكلام. فكان الزمن ده كان فيه 25 قناة يا مهند. كان بيحبل الوقت ذاك أحمد طبعا. كان فيه 25 قناة. ما كان في السودان إلا الناس معي يعني. صح ولا لا؟ حاجة دي كانت في السودان. عارف كان منو؟ الكيزان. هاي كانوا بيشوفوا هم براي تلوم في ساحات الفيدا. الكيزان يشوفوا ال 25 قناة ويجيبوا لك في ساحات الفيدا راكبين 30 مليون سوداني. شفت بس الناس دي بس الله أكبر. رحنا نحرر ما عارف كاودا الله أكبر. وراكبينهم في البرنامج الثاني ذاك اللي هو يعني تيلي سينما لمن أراد يعني يشوف حاجة من الثقافة كده. عرفت الحاجات الحاصلة في العالم. الفيلم اللي بيجيبوه في تيلي سينما ده القطيع اللي بيقطعوا المخرج بتاع الفيلم ذاته لو كان عارف إنه الفيلم ده ما كان عمله والله ما كان ذاته ما كان باعوا له بيكون بيتقلب فيه القبرس يا زول. الأفلام القديمة يعني تضليل يعني تضليل جد يعني. أنا الكلام ده بذكرني تكساس رينج. شفت هو ليك الأيجز أو العصور المظلمة في أوروبا. عرفت يعني كلها جهل وكلها جهل غمع وكلها يعني تضليل للعامة. والله يا أخوان التلفزيون التلفزيون كان غم بطريقة ما تخيل طبعا. لكن يا احمد يعني كمان ما بس التلفزيون يعني الناس زي الكبر والناس من انه الواحد يقول رايه الراديو في الشارع يعني حتى لو تتكلم دي ملادات تانية طوالي والصحافه ايوه الغمع ايوه جرايد الكلام ده كله مبرمج خايف طبعا. لا للاسف دي النوستالجيا بتاعتنا بالمناسبه نحن بالذات يعني نحن لأن نحن قمنا في الحاجات دي يعني. قمنا كده يعني نقد نكون شوية وعسنا إلى هذه الحياة ولقينا حكومة الإنقاذ قالوا جايين ينقذونا من شنو ما معروف غايته. ذكرتين الغنية بتاعت إمامه إمامه قالوا جايين ينقذونا قام شنو قام سرقوا البلد يعني أيوة بالضبط كده أيوة. دي الكلمات أيوة. قالوا جايين ينقذونا قام سرقوا البلد. أنا عندي وجهة نظر غريبة شوية ممكن تكون أو عجيبة أو كذا. أنا بفتكر إنه فترة الاستعمار بتاعت الإنجليز يعني النازل أفادونا أكتر مما استعمرونا. أنا معاك قلبا وغالبا ما مقاطع على كلامك. حتى لما يجي يعني يحكوا لك القصص بتاعت إنه إحنا استغلينا أو حصل استغلال وكذا أنا بفتكر إنه النازل طلعوا براهم ما استحملوا يا زول. زيجوا مننا يعني ولا شنان زيجوا مننا ولا كيف زيجوا منك هاي انت عارف زيجوا منك. وبالرغم من انه يعني زيجوا منك انت ما بتقدر تطلع النازل نازل جايين من الحرب العالمية الأولى والثانية وكذا يا زول. نحن كان عندنا والدكيم يا زول تتكلم كيف انا بسمع والدكين كان حيعرس الملكة اليزابيث يا عمك والكنداكات يا ولد كنداكات زمان ولا كنداكات هسي كنداكات هسي يا زول. لا زمانك ما كان زمان كانت بتكندك كانت بتكندك هاي جاي من الكندكة الشيء اللي بيزعل أكتر من كده إنهم الحاجات اللي خلوها بعد ما طلعوا لحد هسي قاعد الناس مستفيدة منها ما غيروا فيها في صامولة واحدة يعني بالضبط هذي كباري ما عارف الجامعات المباني الشنو المشكلة في الناس. أنا هو مناسب يعني بيقولوا أسي يعني من زمان بيقولوا في الخليج مثلا يعني لما كانوا ناس الخليج بيفتشوا الإداريين أو يعني في الإدارة في مصالح إذا كان مصالح حكومية الشركات فكانوا البريطانيين بينصحوهم بأنه يجيبوا إداريين من السودان تحديدا لأنه البريطانيين يعني خلوا وراهم
نظام بتاع إدارة قوي جدا كان في السودان في الوقت ده. وفعلا يعني الإداريين السودانيين في الخليج كله وحتى برا في العالم هم من أقوى الإداريين ومن أكثرهم حنكة وخبرة وكده. الله أخواننا معلش يعني أنا ممكن برضو وجهة نظرتكم مختلفة منكم شديد يعني, لأنه سيد العارفين وصاحب نظرية المؤامرة مشت عليه الحاجة دي ولا شنو مهند؟ طبعا هم عملوا كباري, عملوا كباري وعملوا سكة حديد, ما تنسى شوارع الزلط وعملوا لهم كم شارع بتاع زلط كده, عملوا السيستم. لكن أخوانا الأخذوه, أنت كنت عارف إنه من نازل أخذوا شو السكة حديد دي موصلنا من وين لحد الخرطوم هنا عشان يعملوا بها شنو, موصلنا من الخرطوم لحد مدني أو من مدني لحد الخرطوم عشان شنو, عشان ينقلوا لك. استنزفوك أنت, استنزفوا مواردك, سرقوا, عملوا حاجات كثيرة, عملوا الحاجات دي ما لخاطر عيونك أنت, عملوا الحاجات دي عشان الحاجات خيراتك أنت استفيدوا منها. هم استفيدوا منها, طبعا الاستعمار ما كده طبعا هم استفادوا طبعا يا أحمد. هو يعني ده الاستعمار وغادي يكون يعني الحصل ده هو الضار النافع يعني ما له سواد يعني بالضبط كده الضار النافع. نحن ما عارفين أحمد كلام ده واضح. الاستعمار أساسا ده البيس بتاعه كده, أنا مستعمرك لشنو ما بتعب روحه جاي من هناك. لكن في نفس الوقت أنا جيت عملت لك يعني حرفيا الناس اللي عملوا سيستم أبجريد للسودان وللشعب في فترة الاستعمار دي, نحن ما حضرناه لكن شوفنا آثاره لحد هسه 2019 هاي دي موجودة. موجودة. لما تتكلم ذاته مع ناس كده حضروا الفترات دي شوف الطريقة اللي بيتكلم تلقاهم عندهم التزام كبير جدا الحاجة دي. الله يستعين ذاته. أيوة. إخلاص العمل التزام بالمواعيد. بس لقينا نكون احترام الشارع وال الزمن حياة كثيرة جدا. أماكن العام. نكون واضحين هم الفترة ديك تقريبا أو الفترة اللي بعدها لحد ما بين بعد الاستقلال نقدر نقول لحد فترة قريبة الناس في ناس استفادوا, الناس اللي تعلموا في الزمن ذاك هم اللي استفادوا من طريقة السيستم البريطاني. وفي كان في كمية من الجهلة قاعدين ما نالوا شيء من الحاجة اللي عملوها البريطانيين ده, لا تعليم لا غيره لا غيره لا غيره كويس. لكن مثلا أولادهم هم اللي تعلموا ذاك. كان ذاته التعليم والثقافة دي كانت منحصرة في ناس معينة. يمكن نكون أهلك وأهلي والجماعة دي كان لهم نصيب إنه يكونوا من الفئة اللي تعلمت في الزمن ذاك أو الفئة صحيح. ما ننسى إنه في شريحة كبيرة كان في ناس عندها رأي في فكرة التعليم ذاته, كانت جاهلة شديدة هاي. ف هي طبعا يا أحمد يعني المعلومة اللي عندي إنه لا يزال يعني أو حاليا مش عارف إنه النسبة بتاعت الأمية في السودان هي ما أقل من 60% كبيرة ودي ضخمة شديدة يعني فعلا والله 60% دي حاجة كبيرة بالنسبة لبلد يعني. هذا العمل الإنجليز ما حد قارن لي الإنجليز بالكيزان. لا ما أنت قلت ديك سرقوا وديل برضو سرقوا ديك سرقوا وعملوا أبدا. لا طيب الحاجة دي مش لحد الفترة بتاعت عبود, حد الوقت ده كل شيء كويس وكان في انطباع عن السودان, حد بداية نميري برضو كان ممتاز يعني كويس. فأنا بشوف انه الناس اللي ما أخذوا نصيبهم في التعليم انت دي ما بتلوم بأديلك, انت بتلوم بأديل بلوم بأنا أسأل بلد زادهم بالتحديد الناس ما انت بعد ده انت بتوصل حاجاتك لكل مدينة وكل حتة في السودان وكده حتى لو هم ما دايرين ما عملوا كده. انت ما حتعتمد عليهم في كل حاجة. الحكومات الجات بعد الاستغلال دي كان دورها صح, دي كانت جزء من مسؤولياتها انت ما حتجبر المستعمر انه يا اخي والله امشي علم لي ناس الشعب كامل بالضبط كده. وما جاء عنده أجندة هو بنتكلم عن نظريات مؤامرة عنده أجندة لكنه في النهاية أقول لك حتى تركيزه ما يمكن اشتغل على الحتات المهمة في البلد ذاتها بالضبط يعني اشتغل في كل بيز بتاع كل ولاية أو كل محافظة على الزمن ده زي ما كانوا يسموها صح. ما في تلقى سنتر بتاع محافظة أو ولاية معينة ما في الإنجازات بتاعتهم. أنا شخصيا أقدر أقول أنه يعني ما معناه انه الزمن داك بالحياة كويسة, معناه انه كان زمن ضابط يعني عرفت كيف يعني انا اتكلم عن يعني الاستقلال وبعد الاستقلال يعني الانقاذ والحاجات دي يعني اكيد
كانوا كعبين اكيد كان في حاجات كده كانت سيئه كده واي شيء عرفت كيف. نحن للمشكله احنا لقينا تراكم بتاع سوء شديد عرفت كيف من الحكومات القديمه وجا عليه السوء اللي كان مثلا حاصل من ناس قبل حمدوك انا عرفت كيف. ف يعني الوقت داك انا حاسس انه الناس ما كانت شويه مدركه للاغلاط بتاعتها ولا كانت بتتفاداها ولا كانت بتتحاشى الحاجه دي. نحن ما قاعدين نحب المواجهه بالمناسبه كشعب وكده عرفت كيف. يا اخي ما خليها غطوها ما عارف شنو هناي لحد ما الموضوع يعني زي ما نقول انفجر وكده يعني. وهو غايته ما عارف لكن أسوأ من الفادة يعني ما هيلاقي ان شاء الله هي. ما أظن لو الناس لسه بتقبل وتقبل وتسكت وبتاع. أنا ذاتي مستغرب كيف تسكت 30 سنة أنت. كلنا مستغربين في الحياة والله. يعني شكلها كانت تعويذة قوية جدا. هو قالوا الوحدة على الراوي قالوا بيش ذا لما نرفع عصايته قدام الجمهور قالوا كان قبل ما يمشي أي زي ما يقولوا تجمع كده قالوا كان في فكيكة قارب يا زول بدي لك تعويزة في الراس بتاع العصاية بدي زيارة شفتها. ولو لاحظ لا بس يخش اليوتيوب شوف اللغات بتاعته قال شفت طوالي عصايته دي لما الله أكبر بديهم اثنين ثلاثة في العصاية. بس أنا أديك نظرية مؤامرة طيب. ليه انت لما دار تسجل اي حاجة اي اجراء حكومي ولا اي حاجة زي دي طوالي بيسألوك من اسم امك ليه؟ الفكيل قاعد وراء الكواليس. الله عليك يا عشان التعويذة تمشي صح؟ ما انت لما تمشي لساحر ولا حاجه مش بيقول لك طوال بيسالك اسم امك واسم امك ولا تمشي دارت اشوف لك زول يقول لك جيب لي اسم امه كده والله لا نظريه صح ولا والله انت عارف انا من يعني من بدري كده الموضوع ده شويه كده اخوانا ليه يعني اسم امي كم مره طرحناه مع مهند دار اعمل خدمه وطنيه انا دارس بس مو شو الحاجه دي برضه عندها علاقه بالجواز السوداني والرقم الوطني صح ولا ما صح؟ اسف الرقم الوطني بس اسم الوالد عديل ليه يعني اذا اساسا البلد سيستم وما عارف ايه وكل شيء مربوط كذا كويس بس في الحته بتاعت الجواز والرقم الوطني ليه ما مربوطه بالمستشفيات و و و و و زي اي دوله ثانيه يعني. شكله بس تجميع داتا بس لاغراض يعني اغراض التمكين وكده يعني اغراض تعويذيه اغراض تعويذيه اكزاكتلي هو كان شيء السائد هو سيستم اللا سيستم او خلينا نقول السيستم اللي كان بيخدم السيستم الغايم في الوقت ده والسيستم ذاته بيمشي على منه كان بيمشي على الشعب ما بيمشي على ايوه يعني انت كان لك صوت الجلاد وهم امور باسطة يعني جدا يعني ما اعرف لكن احنا غايته كجيل تمانينات كده في ظل الانغاز كان في ايام برضه ظريفه انا ما عارف الحكايه دي يمكن دي واحده يمكن من الحاجات اللي هربت من الجيل اللي قبل جيل السمح يعني امتى يعني اي زول فينا عنده ذكريات جميله جدا احنا كناس يعني جينا السودان بين كنا بنجي اجازات فما عارف هل هي بس عشان الاجازه دي قصيره وانت كنت لا هي عشان الاجازه قصيره شكله كده لا هي عشان قصيره انا ما اعرف الحقيقه طبعا اتاكدت منها بعد ما جيت استغربت واحد جقره وكده لقى انه يا اخي لما جينا قرينا هنا في السودان وقعدنا كبيرة كانت هاي ما بسموها الهاني مون فيز وكده الهاني مون والله يا اخو طبعا السودان يعني اقول لك شنو يعني ارض كده يعني خلقت جوانح حنية كبيرة يعني كلنا يعني مجموعة لسه موجودة دي كنا مسافرين وعشنا فترات طويلة من حياتنا برا يعني أنا بذكر أنا واحد من الناس لما كانت تيجي الإجازات على ذكر الإجازات يعني مرات الوالد بيقول لي يا أخي مثلا يعني أنت عندك من عماتك أو عمامك الناس قاعدين في دول تانية أنت مثلا إجازة تقسيمة أو تمشي مثلا تقضيها كاملة مع عمتك في حتة فلانية خالد كنت بصير إنه لازم يجي السودان والإجازة أنا ما أضيع فيها يوم from day one أنا لازم أكون في السودان لحد آخر يوم تقريبا ده شعورنا كلنا كده يعني لما بتكون راجع من الإجازة في السودان ده بتكون حزين يعني والله كأنك مفارق الحبيبة يعني لك شيء أنا واحد من الناس يمكن يعني تخيل أنه أنا كنت عاطفي 50 في يوم من الأيام
بسبب البلد دي. كنت حبيب ولا كنت حنين والله. حنين شفتها بسبب السودان. في يوم من الايام لا لا انا ما عندي اي حاجه والله شفتها حجر بس ماشي. يا اخواننا على ذكر الحنيه والحاجات دي عندنا اخونا دي جي واو نحاول نديه تحيه من هنا لانه دي جي اي والله طول يا اخي لازم يجي يا اخي عليه ليمان دي واو ده اخر عصير يا واو شنو يا واو ليلة بتذكر وكل سنه بفتح الميموريز على فيسبوك بقت هسه كم 5 سنين والله خايف اودا يرجع مع المهدي المنتظر بتاع الشيعة هسه قاعد هسه قاعد السرداب بتاعه في مكه هناك وكذا يعني انتوا بالمناسبه يعني واو هسه حاليا في المزرعه بتاعت الدي جي والتركيب البيتس هل الرايل ده مستمر يعني؟ أنا مستمر يا أخي السنة دي ما عمل لي يعني والله ما أعتقد عمل عشان الاتراك ظريف جدا يا أخي مع أبو طلال يعني ده ما أعتقد هو ما وقف لكن شنو يعني قلل الإنتاج ما يا أخي الغربة غربة صعبة غربة يا أخي والله يا أخي أصعب واحد يقول أنتم تقطعوا فينا مرتين يا أخواننا في حلقتين ورباط ما إحنا ما حنخليهم الغربة والكربة لا إحنا ما حنخليهم عندك 3D سلام 3D برضه عندك وايلد اكس عندك الواثق الناس ديل كبروها بي كله يا اخوان دي من المساوئ بتاعت 30 سنة دي توريك انا المساوئ جد انا قبل الموضوع بحكي لك فيه زمان الاجازة انا كنت بحسب لها في الكاليندر يوم انا اجازتين تاني جاي السودان شفتها فيهم ثلاثة اجازات احنا سافرنا فيهم يعني ما جينا السودان استمتعت بأي حاجة لكن برضو كنت زعلان تعال شوف أنا لما جيت راجع هنا واستغربت يمين بالله العظيم أنا يمكن يعني أنا يمكن واحد من الناس يعني طبيعي الناس كانت بتسيب للبلد يعني لأنه كان الوضع كان لا يحتمل الوضع كان الضحلة جدا يعني فأنا تقريبا 2018 و19 دي 2018 لحد موضوع الثورة أنا كنت شفت بصحى من الصباح ساب للبلد وللحكومة وبأي حاجة زار وشي طبيعي يعني وصلت مرحلة انه خلاص الواحد يمرق بس باي طريقة ان كانت الواحد يتخارج تعرف انا اعتقد انه كان جزء من التمكين بتاع الجماعة دي لانه شنو يكرهوك في البلد وكده وكرهوا ناس كتار واسي ناس لو كتار لو انت تكره البلد انت ما حتكون مهتم انه يا اخي والله يا اخي نحصل نحصل صح اول شيء يعني من المساوئ انه الناس يعني مثلا طيب نمسك الموضوع ده من ورا شوية كده انت كمغترب من بداية الثمانينات مثلا يعني قضيت شبابك كله في الغربة خلاص جاي داير تنتهي داير تاخد الجائزة بتاعت الجائزة حقتك حقت النهاية كده نهاية الخدمة فبتجي تصطدم بواقع خالقينه الناس ديل بس يعني انت كبزنس كده ما بتقدر تشتغل العقلية بتاعتك انت كزول مثلا داير تعمل لك شغل في البلد دي هتكون بالنسبة لك صعبة شديد لأنك أنت مصطدم باللا سيستم زي ما قلت يا الناس دي ماشية بالبركة ساي في موضوع الشغل موضوع معروف أنه الحاجات الكبيرة مقفلة كانت على ناس معينين الفتات بتدوك ليو لناسهم كويس أنت لما تجي إلا تكون عندك مثلا يا علاقة بيناسهم الفوق يا علاقة بالناس التحت شوية منهم عشان تقدر تمشي في البلد فانت جاي من هناك مثلا محمل بطريقة بتاعت سيستم حقت شغل نظامي ستريت ما حتقدر تشتغل في البلد دي وتنضرب وحتكون قاعد مع الطبقة التحت اللي هم مستنين العون من الله سبحانه وتعالى الطبقة المطحونة انت عارف يا احمد يعني على ذكر الاختراف مغتربين هسه انا بستحضرني كده موضوع قد لا يكون هو الشيء اللي بنتكلم فيه لكن كلام جاب الكلام زي ما بقول هو يعني أنا ملاحظ شبابنا يعني معظمهم أو كثير منهم فيما يخص مزالة الزواج بيقوا عازفين يعني أنا ما بتكلم عن عازفين كمان ولا عازفين لا هم عازفين بيقوا عازف بيقوا راضين يعني كثير من الشباب أنا بقعد معهم في القهوة وأولاد الأهل والأصدقاء والله يا محمد يا أخي عليك الله نزوج شنو يعني أنت ما شايف الأوضاع وإذا دايرين نزوج إلا نخترب كويس فيا جماعة دي برضو واحدة من المساوئ دي واحدة من النتائج والمحصلة بتاعت
النظام البايد برضو المزل بتاع ضيق المعيشة اللي خلى الشباب يعني زواج يكون شبه مستحيل زي ما كان مستحيل بالنسبة ده شيء منطقي يا جاك. لأن هسي انت لما تكون مغترب ويجي زول كان في إجازة في السودان يحكي لك عنه يعني يحكي لك قصص رعب يعني وحياة زي دي كوابيس تقول لي أنا راجع يقول لك ايه ترجع وين كذا يعني كويس أيوة. فبراك ما بترجع بتخلي إجازتك وبتقضيها هناك وتنتظر بعد فترة وتسمع نفس القصص المخيفة دي يعني وحسي أنا يعني جيت هنا لأي فترة يعني كنت في السعودية تجي زادك من فترة قريبة يعني مكان بيعاني جدا حتى هناك أي. يعني أي زول بيقول لك أي زول مغترب مرتاح ما بعرف إيه دي ما حقيقة أي. كويس فأنت دعاني هناك وتجي دعاني هنا مسألة عجيبة يعني نازل ما مدين أنه فرصة لأي شيء أي. هو طبعا القصة يعني تأكيد لكلام جاك بالنسبة لموضوع الاقتراب والعرزة منطقة بسيط شديد اللي هي الزواج في السودان بقى حاجة صعبة خالص الشورت كات بالنسبة لك إنك تقترب عشان تيجي تعرس أيوة لا قلناها في حلقة قبل كده يا أخي إنه الشرك بتاع إنه تمشي على البيت وقول لك نحن نشتري الراجل دي سعره 700 مليون دي ما يعادل 700 مليون في السوق الموازي كويس الحاجة الثانية خصوصا لو الموديل جديد يا الحاجة الثانية موضوع المغتربين ده يعني لما في مواسم يعني ما أعرف شهر 6 وشهر 12 وبتاع اللي هو أيوة. ناس المغتربين بيجوا راجعين وسط ذاته موسم موسم هو ده جاء يقفلوا في الحسابات ساعة أخرسانة طبعا ديل بيسموه المغتربين اي كي المقصات والله يا أخي يعني ربنا يديهم العافية يا أخي يعني عوقوا الشباب شديد في الأنجل يعني مقصات يعني طيب انتوا يا اخوانا مو ملاحظين انه احنا سرحنا بالحلقه دي لا انت عارف دي لذكريات سيئه جدا نعملها حلقه في السيزون الثاني ان شاء الله انا بس في نقطه اخيره كده قبل ما نختمه كده يعني طوال احنا بنسمع انه يا اخو الله زمانك الناس كانت طيبه والما عارف شنو هل فعلا الحاجه دي في وهل الحاجه دي انتهت ولا الحاصل شنو انا 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 تحليلي المتواضع للحاجه دي شنو انه زمان الناس كانت سيئة كويس الجيل اللي بعده كان أسوأ من الجيل اللي قباله فالجيل العاش في الفترتين ديل بيشوف إنه السوء حق ناس زمان أقل من السوء اللي هو شايف واسع عليه فبيقول لك إنه الناس دي كانت طيبة ده لا ينفي طبعا إنه في الناس الطيبين وفي الناس الكويسين وفي الناس اللي كانوا ماشيين صح يعني في حياته طيب يا أحمد أقول لك حاجة إذا حبينا نعمل مقارنة سريعة جدا إنه مثلا أبرز إيجابيات الأجيال القديمة كان شنو مثلا يعني في رأيكم إنتو طيب أنا موضوع في موضوع عملية كرة شراب غايته شفته هنا في الحتة دي جيل زمان كان محترم الزمن جدا أول حاجة صحيح قلت للساعة أيوه. 6 الساعة 6 إلا دقيقة يكون قاعد راجيك ايوه وما يقبل انك تتاخر ما يقبل انك تتاخر ابدا سامع 50 سامع الكلام ليك يا طير عينك طيب انا اقول لك كلام معليش يا مهند معليش انت بتقول الزمن كويس هل انت شايف انه مثلا عندي موعد مثلا في الخرطوم الساعه 9 كويس وانا زول مثلا داير اجيك هناك في الوقت ذاك هل انت شايف انه انا حركب مترو الانفاق اللي هو بيكون بنفس الدقيقه والزمن اللي بيوصلني لك بحد حد دي 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 عزار الناس ازود لك الامر منطقي احنا ما دايرين نعلق اي حاجه في الظروف بتاعت البلد والشماعه بتاعت النظام البايد لكن دي حقيقه برضو هسي لما نقول لك النازل ليه زمان طيبين وهسي ما بعرف ايه مربوطه برضو بالحاجات دي زاده كويس ايه يعني زمان الناس كان بيوتها مفتوحة لأي زول حتى الغريب بتجي بتفطر بتاكل بتعمل حياته الطبيعية دي ده حقيقة كده حقيقة هسي ما بتقدر تعمل كده هسي انت بتشك في أي زول عندهم يد في أي حاجة ما طبعا يلا دي حقيقة أخواننا ما حنقدر نكرة يعني أيوة تغيير الأخلاق والمود العام برضو زي ما قال يوسف انت كونك أيوة. عايش في يعني الدنيا قاعد تطور التطور ده عنده فواتير غالية جدا جدا كويس فالحاجة دي هي اللي عملت القامة بين الأجيال القديمة والأجيال الهسي يعني أنت قبل كنت بتتكلم عن الموضوع بتاعنا أنا بقول إنه الأخلاق موضوع الزمن الأخلاق كانت كويسة ما عارف كانت الطيبة بتحس بها في شنو
في في الناس كانت منداحة جدا في في مع بعضها يعني ما أيوة. كان في خوف أيوة. ما كان في مع انه اقول لك داخل امن ولا امان الامن ولا ما ما قصد انه حرامي ولا بتاع امان يعني كان الناس كلها ابوابها مفتوحه كان في حاجه اسمها النفاج النفاج ايوه بمناسبه النقطه الاخيره اللي انت قلتها دي انا لاحظت حاجه جديده وحسها اصله يعني بتلاقيك في الشهداء في السوق العربي في اي حته ومهمه جدا كويس الحته بتاعت الاخلاق دي كويس انا لاحظت انه لو انت بتتكلم مع اي زول داير تشتري منه عاوز تركب معه في عربيه عاوز ايه كويس غاري ان انت بين حسي وزمان حاليا كلمه كلمتين طوالي داري شاكل كذا ما في ريسبكت ما في ريسبكت وما في زمن للريسبكت ولا بيسمعك انت زاد أيوه. بتكون في شنو ما لم يكون في ريجسترينج معك أيوه حاجه هي هي بقت سياسه القوي ياكل الضعيف وفي حته يمكن دايره حلقه ثانيه ما اعرف دايره الموضوع بالمناسبه يعني انا شايف سحنات جديده ما سودانيه يعني والله يا اخي شغالين شغلنا احنا ذاته وفي اي حته وكميته يمكن اكبر من الناس اللي كنت بشوفهم زمان والله قدوره ده مناسبه موضوع موضوع مناسبه تجلي حلقه ما لامين يعني في ناس الوجود الغير السوداني اللي هو يعني بيقى وناس الغريب احنا بنعرفهم ديل في اشكال تانية بيتكلموا لغتك واشتغلوا حياتك ذاته الاساسيه اليوميه الكده يعني انا بشوف براي قول لي كده عشان انا لا لا ما بشوف وراك لا لا دي حاجه فعلا حقيقه صوت داري داري رايبنا ماله حاجه بقول لك شيء انه في في مخلوقات جايه غزت الكوكب الحاجه المفروض نتكلم فيها تاني اللي هي انه اي زول ماسك تجاره عايز يربح 100% عايز يربح 300% عايز يربح الضعف السبع اضعاف عشان شنو عشان حاجة كده يغنى في زمن غياسي بعدين موضوع السماسرة الكتب والله يا أخوانا أقول لكم كلام الموضوع ده العام الكلمة الأساسية بندرج تحت الكلام ده كله الأخلاق ما أنت الأخلاق كويسة ما حد ما حتمشي يعني تبيع بأسعار مضاعفة ما حتكسب يا أخوانك في حاجات كثيرة كلام ده الأخلاق والتربية أنا شايف أنه نختم لهنا لأنه والله الموضوع ده ممكن نتكلم فيه بكرة نعملها احنا to be continued وكده ده الموسم عشان الناس ترجع الموسم الجديد وكده يا أخي والله يا أخي الحديث يطول والوجع راقد والوجع راقد والذاكرة مليئة بال يعني بالمواضيع الجميل منها والمؤلم منها زي ما قال الشباب وإن شاء الله الحديث بغية يعني لا لا إن شاء الله الله والله يا أخوان يعني موسم أول تجربة ظريفة جدا يعني أي والله وتجربة ظريفة وغير كده إنه يعني الموضوع بتاع طول الزمن والحاجات دي اللي هو من أصل البودكاست وكده فما ما طبعاً هاي نحن موضوع الزمن ده ما شايف جزء كبير من الناس حبايبنا المتابعين يعني فزي داقين جرس موضوع الزمن ده والله يا أخوانا ما أعرف أقول لكم شنو لاقين براكم شايفين الموضوع يعني أسمع الحاجة كويسة أنه شنو حتى لو كان الزمن هنا البودكاست قاعد هاي يعني ما شرط بالمناسبة إنك تسمع لك دقيقتين ثلاثة وامشي وكذا هاي ما هو قاعد في الناس كونتنت أونلاين يعني موجود في أي لحظة أنت داير تسمع الميزة بتاعتي هاي تحية لكل الناس دي تيم العمل القام في العمل بودكاست تحية للشباب الموجودين والناس تسلم يا أبو حميد الليلة ما جونا أي والله أي تحية للمشاهدين الجروب الجميل جدا جدا المتابعين المطوالي لكم تحية خالصة مننا ديل الهاردكور فانز والله هاردكور فانز يا أخو الله تحية وتحية برضو للعصب الرابع في زلايا بودكاست أخونا جنكيز أخونا جنكيز تحية له والله يعني كان إضافة جميلة يعني و يعني صراحة وجوده كان جميل يا أخي كان إضافة حقيقية والله للبودكاست نشوف غايته سيزون 2 ماذا يحمل لنا من مفاجآت والله احنا يعني في حبشنا مواضيع كده يعني كويسة يعني يعني تكلمنا عن يعني هي الحاجات زي ما بقول شنو الحاجات السودانية العامة ما يعني ما تخصصنا في حاجة معينة كده بوجهة نظرنا طبعا يعني الحاجات دي كلها يعني تتحمل انه
الصواب والخطأ. خطأ وفي صواب. من وجهة نظرنا إحنا إذا ما جرحنا في زول أي زول بنديهم الحاجة اللي من وجهة نظرنا إحنا قد تحتمل الصواب قد تحتمل الخطأ تحتمل التقصير تقصير العفو لو قصرنا زي ما قالوا. نحن يعني من هنا بنحب الحلقة دي سجلناها الليلة يوم 25/12 عيد ميلاد عيد ميلاد مجيدة لكل أخواننا المسيحيين. ميري كريسمس. تحية لأخواننا المسيحيين في كل مكان في كل العالم. عيد سعيد مجيد عليكم. ربنا يديم عليكم. السودانية دي ما شنو أول انتماك للوطن ده ما عنده علاقة بالدين. الناس تبطل النظر الضيقة يا أخواننا للألكان يعني ألكان الناس بتعيلها لبعض. كلنا واحد كلنا واحد باختلاف اللي في الناس سودانيين. جوازنا واحد جوازنا واحد في النهاية ده حقيقة. مسيحي مسلم كلنا في النهاية أخوان. أيوة في النهاية مصلحة العامة مصلحة الوطن. برضو أنا دار أحب أدي تحية برضو لأخواننا برضو في عندنا متابعين برضو في جوبا وهي حاجة ده الكلام حاجة جميلة جدا يا جوبا عيد مبارك علينا عليكم. أوبا بابا كل سنة طيبين طيبين. يا سلام حبيبنا والله حبيبنا والله حبيبنا أخ. بالمناسبة طبعا أنا مولود في ملكال أستاذ أديتني فرصة يعني لكن ده diversity ذاته ده أيوة. وأنا برضو كنت مع الوالد الوالد كان مسافر تبع وزارة الصحة وحاليا الوالد بروف ومختبرات طبية. قضينا فترة في جنوب السودان في واو سلام. تحديدا سلام. قضيت في جزء برضو جميل من طفولتي ما حنساوي يعني. غايته ناخد هدف غايته يا الموسم الجاي ولا البعد وانه شنو نسجل لنا حلقة من الجنوب ان شاء الله خاصة بالجماعة او نسجلها من عندهم من هناك نسجلها من عندهم هناك ان شاء الله. جميل شاء الله. جميل شديد. نحن الحاجة دارينا غايته منكم اقتراحاتكم غايته أول شيء يعني تقييمكم العام للموسم الأول زي ما يقولوا زي أخطأنا في الخطأ وارد يعني. حبايبنا جدا يا أخي شكرا جزيلا يا أخي على يعني يقولوا تحملكم لنا في الموسم الأول ده دارين يعني أراكم وتقييمكم للتجربة بتاع زلابيا بودكاست. وإن شاء الله يعني إحنا قلنا ناخد زي ما يقولوا بريك كده عشان شنو زي ما يقولون نجمع اخوانا ونرجع بطريقة شنو نكون اسرع اقوى مع حركات الدعاية دي وكده. لكم التحية ان شاء الله. لكم التحية. تابعونا على السوشيال ميديا لايك شير سبسكرايب ونشوفكم ان شاء الله في الموسم الثاني من زلابيا بودكاست. انا ما هنجيب المناسبة ما هنجيب زلابيا لا ما هنجيب يا زول هاي استراحة محارب بس هاي يلا يا شباب. كتورة